فسكت كده، قلت له ايوه هعدي الثلاث سكن عملاقه من هنا وثلاث سكن عملاقه من هنا، وده حقي ان انا اعمل تجربه فنيه قبل ما حضرتك تعدي يعني. قال لي اوكي بس اعمل لها زخم اعلامي. قلت له لا انا الاعلامي ده اليوم الحفل، لكن انا هستخدم يعني الصحافه بتاعت الاسماعيليه يطلعوا معايا. المهم انا ما عنديش، اهم حاجه ان التجربه تنجح. فهو ما اعترضش على التجربه. تجربه. بس كان قلقان؟ حسيت حضرتك انه قلقان ونسيتك بتكلم؟ لا هو عنده ثقه فينا الحمد لله يعني. حتى الدكتور سامي سعيد بيقول لي، قلت له خد بالك احنا مش بنعرض مش بنعبر بقافله، احنا بنعبر بامه وبنعبر ببلد. من مش بتعبر بسفينه ولا لا 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 سفن ولا الكلام ده. نجاح المشروع يعني نجاح مصر. نجاح للشعب المصري، نجاح للرئيس المصري. فانا حاسس بمسؤوليه ان انا انجح. تقول حضرتك وكان ظني في محله. الليله دي مرت على حياتك ازاي؟ ما نمتش. ما نمتش والله، قاعد على الكرسي من بالليل للصبح. مستني الصبح يجي علشان اطلع اعمل التجربه. حتى الدكتور سامي لقاني في العربيه واحنا رايحين بسبح يعني عم بقرا القران وبسبح، فقال لي انت بتسبح؟ قلت له طبعا بسبح، عايز ربنا يبقى معايا في الوقت ده. حضرتك بس بعد ما عملت التجربه بقى يعني لا تتخيل، انا بكيت. ليه؟ لان حسيت ان نجحنا. مشيت زي ما احنا ماشيين كده. مشيت كده. قلت له حتى يعني يا دكتور سامي لو تقدر تطلع، وفي ضرايب طلعت كلمه واحده بس، نجحنا. مش اكتر من كده. واخد بالك؟ بكيت لما مشيت المسافه كلها ولا لما خلاص عديت ان انا لا في حته معينه كده، حته معينه خدت بالك عديت فيها. ونفسي الحمد لله ماشي كنت كويس. كنت حضرتك قلقان انه المسافات بتاعتها ولا يعني هم في حته كان لسه ما خلصوهاش. خدت بالك بس كتكريك. بس انا قايس العمق فمطمئن لحد ما، لكن ما حدش بيعرف ال 100% يعني. انت برضه ايه؟ نعم. ممكن يحصل اي حاجه، ولو حصل اي حاجه المشروع ده كله يقع. ويبقى المصريين ما نجحوش. فاول ما عبرت وخلصت يعني سجدت شكرا لله وقلت الف حمد وشكر يا رب. كان اول حاجه تعملها؟ طبعا بسجد لربنا وبشكره. الحمد لله. الحمد لله. نجحت. نجحت. عدينا. رجعت بقى كلمته في التليفون. كلمت سيادة الرئيس. قال لي سيادتك ايه؟ قلت له ايه يا فندم؟ قلت له الف مبروك. الف مبروك. مبروك لحضرتك، مبروك لمصر، مبروك للشعب المصري. فالله يبارك فيك والله ينور عليكم. يا فندم انت وراك هنا رجاله. ولادك واخواتك رجاله. واحنا النهارده 25 يوليو فاضل 11 يوم، وانا بطمن حضرتك ان احنا عبرنا بقوافل عملاقه. ممكن تقول لنا يا فندم السفينه دي؟ دي ايه يا فندم؟ دي بصتك مش هتلاقي فيها اوناش كتير، دي بنسميها بلك. دي ايه يا فندم؟ بلك. يعني هتلاقي فيها قمح او اي حاجه. نعم. فقلت له مبروك. واحنا بنبعت لحضرتك التهنئه يعني، وهي كده تقعد بقى في يوم الحفله. كله تمام. بدات تلاقي ردود فعل بقى دوليه من شركات الملاحه؟ انا لقيت منظمه الملاحه العالميه جايه لي بعدها بيومين. بعدها بيومين؟ وشافوا بقى الخرايط، اتعملت الخرايط والكتب الملاحيه والعلامات الملاحيه، شافوا كل تجهيزات الملاحيه عشان تامين ملاحه. ونزلوا بقى المجرى. وخدوا الخرايط وشغلوا عداد العمق اللي بيصنروا، قارنوا الاعماق بالاعماق الموجوده على الخرايط، لقوها مطابقه تماما، اختبروا السمندرات، اختبروا كل حاجه. في الاخر عملوا ابروفر ان هذه القناه صالحه للملاحه لجميع انواع السفن، وهي قناه عالميه ومعجزه. وبعثوا لجميع توكيلات الملاحه. توكيلات. كان بالنسبه لي ده شهاده. شهاده دوليه خلاص. خدها. كل دول ما كانوش يقدروا يعدوا من غير التصدير ده. فده ترتيب ربنا، كرم من ربنا سبحانه وتعالى. دلوقتي القناه موجوده، والشهاده موجوده، والعلامات الملاحيه موجوده، والخرائط موجوده، والمرشدين الناس فاكره الحفر بس، لا مش موضوع حفر بس. في تجهيزات، ده كل العلامات الملاحيه، جهاز الملاحه الالكترونيه، الخرائط، الكتب الملاحيه، تدريب المرشدين. الخريطه اللي هي بالنسبه للسفينه دي ايه؟ الخريطه بالنسبه له ايه؟ اللي هو يبقى محدد مسار، خريطه محدد اعماق تحتيه والابعاد والعلامات الملاحيه اللي هيشوفها كل حاجه. اللي يحط الخريطه دي
على الكمبيوتر تبين له خريطه الكترونيه تبين له ايه خط سيره ايه زي الطيارة في الجو بالظبط ايه مين وايه شماله وايه اللي تحتيه ايه اللي فوقيه كل حاجه. نعم. بس فهم لما عملوا بقى المؤتمر وقالوا ان القناه كذا انا يعني خلاص انا خلصت قبل الميعاد ومعايا شهاده من وزاره الملاحه فانا جاهز بقى للاحتفال. هل قبل الاحتفال ان جزء القناه مش عايز اخرج منه كتير الرئيس لما قال سنه حضرتك اعلنت في المؤتمر يومها ثلاث سنين فوجئنا الرئيس قال سنه كنت متفقين على ده ولا فوجئت حضرتك بده؟ بصراحه صراحة هو في العربية وانا جايبه من طيارة الكمبيوتر قال لي على فكرة انا هطلب منك طلب يعني هطلب منك طلب مفاجأة يعني هو جهزني نفسيا ما هيطلب مني حاجة. خد بالك هو لما قال لي سنة انا ما قلتلوش هنفذ انا قلتله التنفذ. نعم. يعني امرك بقى فعل ماضي بالنسبة لي لان عندما يصدر القرار او الامر من السيد رئيس الجمهورية لا يناقش هذا الامر. ليه؟ ده القائد الاعلى لنا ولو قال لي اطلع موت هطلع موت عشان بلد يعني فما ينفعش قدام الناس اقول له طب خليهم كمان شهرين كمان زي ده لا 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 في تو لحظه بدا العقل الباطن يفكر ازاي هنفذ. فحضرتك من الطياره لمكان الاحتفال بيقول لحضرتك هطلب من حضرتك طلب بدون ما يقول الطلب ده ايه؟ لكن نفسيا توقعت انه ممكن يبقى في الاتجاه ده ولا حاجه اخرى؟ لا ما اعرفش ما كنتش اعرف ما اعرفش ولكن لما قال السنه جوه